حسب الله ونعم الوكيل فيه. فرد فرد يا عضو المجلس الرئاسي ويا أعضاء. صرخة اختزلت في مضمونها واقعا اقتصاديا صعبا تعيشه البلاد منذ سنوات جراء غلاء الأسعار وضعف الأداء الحكومي. حركة 19 من فبراير صوت الشعب ينظم وقفة احتجاجية وسط العاصمة طرابلس لمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي. والله هذه الوقفة الاحتجاجية كانت الوقفة الثانية لنا بعد المطالب اللي كانت قدمناها المرة الأولى اللي هي تعديل سعر الصرف نتاع الدولار، مشكلة السيولة، معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي يعاني منها الشعب الليبي، والإجراءات اللي يتخذ فيها المصرف، شنو هي الإجراءات اللي نبغي يتخذها المصرف الليبي المركزي وليده في اللي يعطي فيها أي آلية يعطي في الاعتمادات، ونشوفوا اللي من يتنعطى وليش الاعتمادات ما توصلش للشعب، ونبغي الشفافية ويطلع المصرف الليبي المركزي باش يوقف ويوضح للناس وين المشكلة ومن سبب المشكلة وشن سبب المغالطات اللي صايرة حاليا. الوقفة التي جاءت في نسختها الثانية منذ مطلع العام الجاري حملت شعارات تندد بالسياسات النقدية المتبعة داخل مصرف ليبيا المركزية وتفاقم مشاكل السيولة وغلاء الأسعار. ولم يكتف المحتجون بذلك، فقد حملوا المؤسسات الحكومية والمجلس الرئاسي المقترح مسؤولية تدني سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، وما وصفوه بإذلال المواطنين أمام المصارف نتيجة الازدحام في مختلف المناطق الليبية. يعني كلمة بنوجهها للمسؤولين واللي مسؤولين على فقدان السيولة وإدلال الشعب الليبي قدام المصارف، إذ لم تستطيع أن تجد حلا تنحى وخلي غيرك. أنتوا المسؤولين اللي ماسكين الدولة الخطأ متحهم بأضعاف خطأ المواطن العادي، لأن احنا كشعب فرقة بيهم. اللي ما يقدرش يدير حاجة، اللي ما يقدرش يدير حل لازم يتنحى. بعدين احنا نطلب من المسؤولين الصدق والشفافية، الصدق والشفافية. أزمات اقتصادية اشتد سعيرها على مختلف الصعد لتلقي بظلالها على الحياة المعيشية وسط ترقب بفراج قريب يخفف من على كاهل المواطن أعباء الحياة المعيشية الصعبة.